نظمت جمعية الشارقة الخيرية مساء أمس حفل العرس الجماعي السادس تحت شعار يدا بيد لعفة الشباب، بمشاركة 70 عريسا من الشباب المقبلين على الزواج من المواطنين وأبناء المواطنات وأصحاب المراسيم من غير المنتفعين من مساعدات صندوق الزواج، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة. وحضر الحفل الذي أقيم بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ولفيف من ذوي العرسان وجمهور من المواطنين والمقيمين. وفي كلمته خلال الحفل أشار عبد الله مبارك الدخان أمين عام الجمعية إلى ارتفاع أعداد المستفيدين منذ إطلاق المشروع سنة 1990 وحتى يومنا هذا إلى 328 عريسا، كما تم الاحتفاء قبل أيام بنجاح مشروع العرس الجماعي الثاني في مملكة البحرين والذي استهدف 30 شابا من أبناء المملكة. وتم خلال الحفل عرض فيلم تسجيلي تضمن سردا موجزا للأعراس الجماعية السابقة التي نفذتها الجمعية داخل وخارج الدولة. بعدها ألقى أحد العرسان كلمة أشاد فيها بأهمية الأعراس الجماعية في مساعدة الشباب المواطنين المقبلين على الزواج لتكوين الأسرة الإماراتية التي تحافظ على أصالتها وهويتها بحيث تكون سندا وذخرا لحاضر الوطن ومستقبله.